عكس نظريه فيثاغورس شفنا مع بعض نظريه فيثاغورس وكنا بنقول لو المثلث قائم الزاويه يبقى مربع الوتر بيساوي مجموع مربعي ضلعي القائمه طب فرض العكس يعني لو لقيت في مثلث مربع ضلع بيساوي مجموع مربعي الضلعين الاخرين استفيد ان المثلث ده قائم الزاويه ودي عكس نظريه فيثاغورس عكس نظرية فيثاغورس بتقول إيه؟ إذا كان مجموع مساحتي المربعين المنشأين على ضلعين في مثلث يساوي مساحة المربع المنشأ على الضلع الثالث، كانت الزاوية المقابلة لهذا الضلع قائمة، وكان المثلث قائم الزاوية. طب نشوف مسألة في الشكل المقابل أ ب عمودي على ب ج، حيث أ ب تسعة سنتي، و ب ج اتناشر سنتي. أ د يساوي خمسة وعشرين سنتي، ود ج يساوي عشرين سنتي. أوجد طول أ ج، وأثبت أن قياس زاوية أ ج د تساوي تسعين درجة. يا ترى طول أ ج هيطلع كام؟ يلا احسبوها وقولولي. لي تلاتة سنتي، ولا واحد وعشرين سنتي، ولا خمستاشر سنتي. تمام، نستفيد مع بعض. عندي مثلث قائم، اسمه ألف به جيم وعندي ضلعي القائمة طولهم موجود أعرف أجيب إيه تمام أعرف أجيب طول الوتر هنقول في المثلث ألف به جيم بما أن قياس زاوية به تساوي تسعين درجة إذا ألف جيم تربيع تساوي ألف به تربيع زائد به جيم تربيع تسعة تربيع زائد اتناشر تربيع تساوي ميتين خمسة وعشرين يعني ألف جيم تربيع بكام؟ بميتين خمسة وعشرين يبقى ألف جيم بس بجذرها تساوي 15 سم طب نشوف المثلث أ ج د عندي الثلاث أضلاع أطوالهم موجودة أ د 25 و أ ج جبناها دلوقتي 15 و ج د يساوي 20 عايز أثبت إن المثلث ده قائم الزاوية في زاوية أ ج د أثبته إزاي؟ فين الضلع المقابل لزاوية أ ج د؟ مظبوط هو أ د لو لقيت إن مربع الضلع ده بيساوي مجموع مربعي الضلعين التانيين يبقى المثلث قائم الزاوية، يعني في المثلث أ ج د أربع أ د لوحده، أقول أ د تربيع يساوي، يلا احسبوها وقولوا لي ميتين خمسة وعشرين، ولا ستمية خمسة وعشرين، ولا ربعمية سنتيمتر مربع؟ مظبوط، خمسة وعشرين تربيع يعني ستمية خمسة وعشرين، وأربع الضلعين التانيين وأجمعهم أ ج تربيع.

ألف د تربيع طلع بيساوي ألف ج تربيع زائد ج د تربيع اذن زاويه ا ج د تساوي تسعين درجه ويكون المثلث ا ج د قائم الزاويه